مناسبة العيد تضحى نهني المسلمين والشعب الإسلامي الحديث. والله يا شنو البضايع راهي معقولة نعتبروها في تناول الجميع، فيه اللي غالي فيه اللي رخيص. تضحية الصراحة فيها شوية أسباب في الأسعار، ولكن كحاجات كمكملات العيد متوفر كل شيء. طيب الأضحية ثاني شيء زي ما نقول شويات حاجات أمواس الحاجات هذه مشاريب، ولكن نعتبرها كلها معقولة والحمد لله الحقيقة هيك. لا متوفرة وبكثرة وجميع الأنواع وحاجات، في حاجات كانت ما فيش توجدت فيها. الناس عندها قبال، كان عندها سيولة ومتوفرة لها سيولة والحكاية المادية متاعها تسمح لها، عندها قبال كبير حق تشري مستحقات العيد كلها بتشريهم، زي أماس زي شوايات زي بضاعة العيد اللي ضحى هذه اللي معروفة. وكان زي توا تجي متأخر السيولة مشكلة، الناس تقعد حايرة ما عادش تعرف روحها. تجي زي توا جيت توا متأخر السيولة في قرب العيد، يعني ما عادش تعرف روح الناس تاخذ معدات العيد الخاصه بالعيد، تاخذ الضاحي، تقعد حتى السوق تدير فيه ربكه شويه وزحمه، وطرق نتاع حتى هي تبتزحم وتسكر الحكايه ديما في اخر لحظه. يعني حتى السيوله من تجي حتى تجي مهناش، هي طبعا تجي حاجه بسيطه وتسبب في ربكه للناس وللتجار. شوايات، خيم، اماس، مستلزمات، كل شيء موجود الحمد لله. بالنسبة للبضاعة متوفرة، الزبون هل الزبون قصدي يقدر يشري ما يشريش، هذيك مشكلة تحكم فيها الحكاية المادية طبعا. الباقي كل شيء موجود الحمد لله، حتى الأسعار بالنسبة لأسعارها معقول. الكهربائية هي بالنسبة للمنزلية أسعارها ولا لا معقولة، بالنسبة للكهربية زايدة شوي، لكن هيك المعدات المطابخ حاجة للمطبخ اللي هي استعمال يومي ولا أسعارها لا معقولة شوي. والغذائية طبعا قاعدة شايطة شوي، بالنسبة للغذائية الزيت الوحيد اللي نزل شوية بس، الباقي كله قاعد زايد شوي الأسعار.